أجل، عيد ميلاد سعيد. شكرا أمي، سوف أقطعها. من يريد الكعك؟ أنا طبعا. بيلي، هل دعوت أحدا ما؟ لا أعتقد ذلك. أهلا، أيمكنني مساعدتك؟ أجل، أنا أبحث عن أحدهم. أرجوك تفضلي. صبي. صبي، المعذرة، ما هو اسمه؟ حسناً، لم تسنح لي الفرصة لتسميته. إنه يبدو مثلي، واليوم عيد ميلاده. قد يكون هذا سبب احتفالكم. من أنت؟ حسناً، أمي. أكل شيء بخير؟ أجل، يا إلهي، هذا أنت؟ عرفت ذلك من عينيك. إنه عيد ميلادك 16. أنا آسفة، من الصعب تصديق هذا، ولكن أنا أمك الحقيقية. غير صحيح، أمي الحقيقية ماتت. لا لا، دعيني أسألك هذا، لقد وجدته في صندوق، صحيح؟ على الدرج الأمامي. عما تتحدثين؟ كنا نحظى بوقت رائع قبل قدومك. رجاء ارحلي يا سيدة، ارحلي، هيا ارحلي قبل أن أتصل بالشرطة. هيا أرجوك، ارحلي، صدقني. لا أريد التحدث معك. هاي، أكل شيء بخير؟ أعتقد أن عليك الذهاب الآن. هل هذا صحيح؟ أجل عزيزي، وجدناك في صندوق في الرواق عندما كنت رضيعا. لماذا لم تخبروني بهذا عندما قلتم أنني متبنى؟ لأننا أدركنا أنك ستسأل الكثير من الأسئلة ولم نملك أي إجابات، ولا نريد أن تشعر أنه تم التخلي عنك وأننا لم نرد تبنيك. فبغض النظر عن كل شيء، أنت هو ابننا ولن يغير أي شيء هذا. إنه محق، وكما تعلم لا أظن أن التحدث مع كريستل سيكون فكرة سيئة. هل تمزحين؟ لا أريد التحدث مع تلك السيدة. أكره قول ذلك، ولكن بدا عليها أنها متشردة. من يعلم ما كانت تمر من به؟ من يهتم لما كانت تمر به؟ ماذا عني ها؟ أي أم تلك التي تترك ابنها الرضيع في صندوق؟ لربما وضعتني أمام منزل أحد المجانين، لكنها لم تهتم لذلك أبداً، أبداً. ليس لدي اهتمام بالتحدث لشخص تخلى عني بهذه السهولة. عزيزي، هناك جانبان لكل قصة، ربما تريد أن تخبرك جانبها. لا يوجد سبب مقنع. أنا، أيمكنكما تركي وحيداً؟ أريد النوم. حسناً، هيا بنا. عزيزي، أنت تعلم أننا نحبك كثيراً، ولا تنسى أننا سنذهب إلى الكنيسة في الصباح. عمت مساءً. يقول الكتاب المقدس أنه علينا أن نكون لطفاء ورحيمين، وأن نسامح بعضنا كما غفر الله لكم. قد يكون البعض متمسكاً بالغضب والاستياء تجاه الآخر، لكن اليوم أدعوكم إلى التخلي عن ذلك. الحياة قصيرة وغير متوقعة، ومن خبرتي يمكنني القول لن تحصل دوماً على فرصة أخرى للمغفرة، وإن كنت محظوظاً بامتلاكها لا تضيعها. إن كان هناك أحد يكافح لإيجاد المغفرة في قلبه، أدعوكم للصلاة معي. أتريد الصعود إلى هناك؟ لا، أريد فقط الرحيل.
أيمكننا الذهاب؟ أجل، حسناً. مرحباً. هل أنت بخير؟ كلا، لكن سأكون كذلك. وو مهلاً، أنت لن تفعل ذلك. لما لا؟ ستكون الحياة أسهل للجميع إن فعلتها، كما أنني لن أعيش مع الذنب. أي ذنب؟ أخبرتني زوجتي ألا أدعه يلعب في الفناء الأمامي. ابني كان عداءً، لقد تجاوز مرحلة المشي وبدأ بالعدو مباشرة في كل الأرجاء. أخبرتها أنه سيكون بخير، كنت قريبا منه أراقبه، ولكن غابت عيناي عنه للحظة لأنظر في هاتفي، ومن ثم رأيته ملقا على الأرض في الشارع، وكان هذا خطأي. مهلا يا رجل، أنا آسف حقا. الآن زوجتي تكرهني، لن تسامحني أبدا. مهلا، لا، أنت لا تعرف ذلك، إنها تحتاج بعض الوقت. لكن هل ستسامحني؟ أنا بالطبع هذا ما اعتقدته. جوي، انتظر. ماذا تفعل؟ انزل من هناك. أنا آسف، أعلم أنك تكرهينني، لم أعلم ماذا أفعل، لم تتحدثي إلي منذ أسابيع. لا أريد العيش هكذا. أنا لا أكرهك، أنا فقط غاضبة جدا، لكن هذا لا يعني أن تفعل هكذا. ذهبت إلى الكنيسة اليوم وقررت أن أسامحك. حقا؟ أجل، لقد أدركت أننا لا نحصل دائما على فرصة أخرى للمغفرة، ولا أريد خسارتها، ولا أريد خسارتك. جوي، أحبك كثيرا. وأنا أحبك أيضا، وابننا كذلك، أنتما كل ما أملك. هيا بنا لنذهب. هل أنت جاهز؟ أجل، أنا جاهز، نعم، لنذهب. المعذرة، هل رأيت هذه الامرأة؟ لا؟ حسناً. عذراً على الإزعاج، هل رأيت؟ مهلاً، ربما هذه ليست فكرة جيدة. أجل عزيزي، أنا متأكدة من أنها ستأتي في وقت ما، ولكن لقد انتظرت 16 عاماً، ماذا لو لم تأتي؟ مرحبا، المعذرة، هل رأيت؟ هيا فلنذهب. هل أتيت بحثا عني؟ هل تمانع إن دخلت السيارة؟ أنا فقط أريد معرفة السبب، لماذا تخليت عني؟ أعلم أنه يصعب تصديق هذا، ولكن أنا فعلت ذلك من أجلك. اسمع، منذ زمن بعيد، كنت في 15، علمت أنني حامل،
وغني عن القول، والداي لم يكونا مسرورين بذلك. فور معرفتهما طرداني من المنزل. ذهبت إلى منزل والدك ليساعدني، ولكن فور إخباره قطع علاقته بي. لم يكن لدي خيار سوى العيش في الشارع. كنت مشردة، وعندما جاء المخاض لم أعرف ماذا أفعل. كنت خائفة من الذهاب إلى المستشفى، لذا انتهى بي الأمر بإنجابك في الشارع. لم أستطع الاعتناء بك، فبالكاد كنت أعتني بنفسي، لذا ذهبت إلى حي جميل واتخذت القرار الأصعب في حياتي كلها وتركتك. لذلك أترى لم أتركك فقط للتخلي عنك، بل تركتك لأعطيك فرصة لحياة أفضل بكثير لم أكن قادرة على منحك إياها. حسن، أنا لا أصدق أن كل هذا حدث عندما كنت أصغر مني. لم أكن لأعرف ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أنا أتفهم كلياً إن لم ترد التحدث إلي مجدداً، لكن أريدك أن تعرف أنه لم يمر يوم واحد لم أفكر فيه بك، وأنا أشكركما للاعتناء به. أعرف أنني لم أعالج الأمر بأفضل طريقة، أنا آسفة، أنا آسفة جدا، أنا آسفة، أنا فقط سوف. مهلا، أظن أنه ما زال لدينا بعض الكعك. هل تحبين الكعك؟ حسناً، من يريد بعض الكعك؟ مهلاً لنأخذ صورة. أجل. عذراً، مهلاً. حسناً. حسناً. مهلاً. أمي كريستال. آسفة، كنت في دورة المياه. نحن نأخذ صورة عائلية، هيا. ماذا؟ حسناً. أوه. عزيزي، أنا آسفة جدا. لا بأس، أنا لا أحب هذه النكهة، بكل الأحوال أحب نكهة أخرى، ولكن لقد تعلمت مؤخرا أنه لا نحصل دوما على فرصة أخرى للمغفرة، فأنا لن أضيع وقتي بالغضب.